تشتهر محافظة أبين بحيواناتها النادرة التي يعيش معظمها في الجبال والأودية، لكن تلك الحيوانات تعرضت لاصطياد جائر وبشكل غير قانوني، ما ينذر بانقراضها، وخصوصا حيوان النمر العربي والغزلان والظباء، ودفعت عمليات الاصطياد الجائر عددا من المواطنين إلى شرائها من الصيادين وتربيتها في مزارعهم الخاصة، ومنها الظباء والغزلان، حرصا على الحفاظ عليها وعدم قتلها. تشتهر محافظة أبيان بأنواع من النمور العربية، طبعا النمر العربي متواجد في محافظة أبيان في مديرية لود الرمودية، موجود الغزلان الجبل، موجود أيضا الضب والضبع المخطط، موجود أيضا الضربان أو ما يسمى قرير العسل، وهذه الأنواع موجودة أيضا أنواع نباتية بعضها مهدد بالانقراض، بعضها تزخر في هذه المنطقة الوسطى محافظة أبيان بشكل عام. هذه الأنواع يجب أن نحافظ عليها، مثل شجرة سدر العلب اللي نسميه، مثل شجرة السمر. هذه الأنواع بسبب انتشار شجرة السيسبان أصبحت، وبسبب الجفاف أيضا واستنزاف الموارد المائية أصبح أعدادها قليلة. خطورة اصطياد الحيوانات النادرة دفع مكتب هيئة حماية البيئة بمحافظة أبين إلى إطلاق عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية وورش العمل للحد من هذه الظاهرة. المكتب أشار إلى أن حالات الاصطياد خصوصا في مناطق أبين الوسطى تزداد يوما بعد الآخر، الأمر الذي يتطلب وقفة حازمة من المجتمع لمكافحتها. تحت شعار لا تسامح إطلاقا مع الاصطياد والاتجار بالحيوانات المهددة بالإنقراض، من خلال هذا الشعار ولهذه المرة كانت وجهتنا صوب مديرية لودر ومديرية مودية، وعملنا في أول أيام التدشين كانت مباراة كرة قدم بين نادي الحضن ونادي عرفان على كأس اليوم الوطني للبيئة، وكذلك بدأت هناك فعاليات تأسيس الأندية البيئية والتوعية في المدارس. كذلك عملنا لهذه المرة عمل ورشات عمل حول ما هي المخرجات وما هي الأشياء التي ممكن أن تكون حاضرة في قلة الاصطياد للحيوانات المهددة بالإنقراض. ويأمل المواطنون من الجهات المعنية تكثيف نزولهم للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية التي تعد واحدة من أهم الموارد للمنطقة التي يجب عدم استنزافها بشكل جائر. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد، محافظة أبين.